انتوا عارفين لارا ولا لا؟ مش عارفين لارا؟ احكي لك الحدوته بقى. بص يا سيدي، شركه مصر للطيران الحقيقه قامت باستضافه الطفله لارا من حمله ذا هوب جيفر. ذا هوب جيفر هي معناها الناس التي تعطي الامل. تعطي الامل. لارا الزغنطوطه عملت 3 عمليات قلب مفتوح. اه والله. يا رب تكبر ونشوفها انجح واجمل والطف واحسن بنت وست في يوم من الايام. حلمها تطير. تطير. الله. طبعا مصر الطيران عملت ايه؟ شوف مصر بجد، اصل ما مصر الطيران دي شركتنا الوطنيه. شوف مصر الحلوة الحبوبة بتحب إلى أي مدى وتعطي إلى أي مدى وتساعد إلى أي مدى في إعطاء الأمل. شوف التقرير ده. كان عندي إن أنا إيه، في حتة في القلب مش مكتملة، فايه انا رحت بقى المستشفى وعملت 3 عمليات قلب، عملت 2 عمليات قلب مفتوح، وبعدها عملت قسطره، ركبت بيس ميكر هنا كده، فكنت بقى قاعده في الرعايه بقى وكده. لارا هي ايكون الحمله السنه دي، وهي بطله الحمله زي ما قلنا في شهر 7. لارا عملت 3 عمليات قلب مفتوح، والحمله هوب جيفر حمله محي الامل النهارده من اكبر الحملات العالميه النهارده، ودي رساله كبيره ان انت بتحقق حلمها ان هي تركب طياره من جوه. طبعا هي مصر الطيران هي نقل رسمي للحمله، وطبعا هي فعلا اول ما حكينا الموضوع ليهم ساعتها كان عندهم الجزء الانساني، انت ما فيش حد يقدر يحقق ده شيء يمكن ما تشوفوش في العالم غير هنا في مصر يعني. فالحمله النهارده 23 دوله، مش مرضى سرطان بس ولا قلب بس ولا احتياجات خاصه ولا بالعكس، كل من فقد الامل. الامل هو الحاجه اللي بتدي الدافع للانسان ان هو يعيش، بس بالاكشن مش بالكلام يعني، مش انت تقول له بكره هتبقى كويس، لا مش، لا العكس مش كده. والله يا لارا هي اللي ضربتنا على حاجات كتيره قوي، هي ما شاء الله عليها قويه، و يعني بتعلمنا درس في الاقبال على الحياه، ان هي طبعا متحمله حاجات كتير في السن ده. واحنا عملنا مع بعض لاندنج في مطار القاهره الدولي، وعملنا تيك اوف بفيجوال سيركت زي ما بنسميها، اللي هي لفه حوالين المطار بالفيجوال يعني عن طريق النظر، مش باستخدام الاي ال اس اللي هو جهاز الانسترومنت لاندنج سيستم. وبسطوا الحمد لله. كان ليا الشرف بصراحه ان انا اتقابلت مع لارا، انا شفتها قبل كده كتير وسمعت عن الموضوع بتاعها، ويسعدنا جدا ان احنا طبعا نحقق لها حلمها، ده اقل حاجه نقدر نقدمها لها. مبسوطة قوي قوي قوي، لانها كان من زمان وانا نفسي ان انا اروح المكان ده واشوف الطيارات واللي هو الحاجات دي. انا مبسوطة قوي يعني، كان حلمي ان انا ايه لما اخرج بقى واكبر واشتغل، كان نفسي ان انا اشتغل حاجة كده اللي هو في طيارة، انا عايزة اشوف العالم، اركب الطيارات كده يعني.